كنا كنعرفوا جميع بان الحمد لله رمضان يعني مر، والان نحن في العواشر العشر عفوا العشر الاخيره، فاكيد اننا كنعرفوا بزاف ديال الاحداث اللي دازت في هذا الشهر رمضان، والاهم حدث اللي عشناه جميع وتبعناه عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي وكذلك في الحديث بين المواطنين والمواطنات هو غلاء الاسعار وكذلك غلاء المحروقات وكذلك يعني الضجه الاعلاميه اللي تأرها واحد المسلسل، يعني كان صراع بين شيخ الشيخ وكذلك بين الشيخه، الحديث ديال يعني بزاف ديال المواقع ديال التواصل الاجتماعي الكل يدلي بالدلو ديالو، فاحنا كذلك كجمعويين وكحقوقيين تابعنا هذه الاحداث ككل، ولكن فاش كنعطوا الراي ديالنا بالاخص في غلاء الاسعار فاكيد ان القدره الشرائيه ديال المواطن والمواطنات يعني تاثرت بالغلاء ديال الاسعار وبالاحداث اللي يعني عندها علاقه للاسف بكوفيد وكذلك بالاحداث يعني ديال الحرب اللي الان في هذه اللحظه هذه باقي الحرب يعني كدور بين الدول اللي كانت يعني كان عندها واحد الدور كبير في يعني فاش كنهضروا على الغذاء العالمي وكنهضروا على المواد الاوليه اللي جميع الدول كانوا كيستوردوا هذه المواد من دوك الدول اللي الان للاسف كتعيش في حرب، فاكيد ان الازمه ديال الحرب قاست حتى القدره الشرائيه ديال المواطن والمواطنين، وفاش كنهضروا كذلك على المحروقات فحتى هما عندهم علاقه بالحرب وعندهم علاقه يعني بزاف ديال الاشياء، ولكن للاسف يعني فاش كنهضروا على المحروقات حتى هي بدورها مست القدره الشرائيه ديال المواطنين والمواطن وبالاخص المواطن البسيط، يعني كنهضروا على الناس اللي كتعيش في الحاله ديال الهشاشه والفقر، فاكيد ان هذه الظروف هذه مست القدره الشرائيه ديالتهم، وبدورنا كان كذلك كنشكروا يعني بزاف يعني ديال المحسنين والمؤسسات اللي قاموا بدور ايجابي في هذا رمضان، هذا وزعوا مجموعه ديال القفاف على بعض الاسر المحتاجه، واخا ذوك القفاف يعني ما غاديش يعني غادي يسدوا كافه الاحتياجات، ولكن على الاقل يعني خفوا من الضغط ديال القدره الشرائيه ديال هاد المواطنين والمواطنات، وكذلك فاش كنهضروا على الضجه الاعلاميه فبدورنا وتابعنا، ولكن فاش كنهضروا على الضجه الاعلاميه يعني للاسف يعني كاين بعض المساله كتكون هي بسيطه، ولكن فاش كنعطوها واحد الصدى كبير يعني كتولي ديال الراي الوطني، وهنا كيولي كل واحد اللي بدلو ديالو، ولكن حنا يعني الهم ديالنا هو اننا نوقفوا الى جانب المواطنين والمواطنات، الناس اللي كتعيش في حاله هشه، الناس اللي كتعيش في الفقر، ومن هنا كنطلبوا يعني من هنا كحقوقيين وكجمعويين كنوجهوا نداء للحكومه ديالتنا باش يعني تراعي الظروف المعيشيه ديال المواطنين والمواطنات، وبالاخص الناس اللي كيعيشوا في هذه الظروف ديال الفقر وفي هذه الظروف اللي قاستهم كوفيد، قاستهم الحجر الصحي، قاستهم دابا يعني الحروب اللي كتدور في بزاف ديال الدول، وبالاخص الحرب اللي كاينه بين جوج الدول اللي كما قلت من قبل كانوا يعني جميع المواد الاوليه يعني واحد 50% اللي كتستهلك في العالم ككل كتجي من هاد الدول هادو، هنا كانت واحد التاثير على المواطن والمواطنات، كنتمنوا ان الحكومه تكون شي سياسه يعني اللي تخفف الضغط ديال القدره الشرائيه ديال المواطن والمواطنات، وحتى البترول حتى هو بدوره يعني فاش كنهضروا على الغازوال راه يعني كيمس الجيب ديال المواطن البسيط، الى الحكومه يعني نهجت واحد السياسه ديال ان حتى الدعم اذا كان واحد الدعم يعني غيخفف من الضغط ديال الغلاء ديال المحروقات يعني يستهدف الناس اللي مباشره كيزاول، مثلا فاش كنهضروا على الدعم اللي مشى للنقل يعني الوسائل ديال النقل، للاسف يعني فاش كنهضروا على الشوافر اللي كيزاولوا ديك المهنه ما وصلهمش الدعم، فهنا خص يعني الحكومه اذا كان شي دعم يعني باش يخفف الضغط على المواطنين خصو يستهدف الفئات اللي كتستحق هذاك الدعم، وبدورنا حنا كجمعويين كحقوقيين كنتمناو ان شاء الله ان من بعد رمضان نشوفوا ان شاء الله تعالى واحد التخفيف على هاد الاسر هادو، يعني كنعرفوا بان راه جاي ثاني جاي عيد الاضحى جاي بزاف ديال الاشياء اللي ممكن ان يعني ثاني تضغط على المواطنين والمواطنين البسطاء، فهنا بغينا كذلك الحكومه يعني تحاول ما امكن تساند الفلاحه باش ما يكونش غلاء في الاضحيه ديال العيد، يعني غلاء الاعلاف، غلاء الاسمده، غلاء بزاف ديال الاشياء اللي عندها علاقه بالفلاحه اللي ممكن لا قدر الله يعني تاثر على القدره الشرائيه ديال الاضاحي ديال العيد، فمن هنا رساله للحكومه باش تدعم الفلاحه والدعم كذلك يعني فاش كنهضروا على العلف والكلاء ديال الفلاحه يكون واحد الدعم مباشر للفلاح، وتكون لجنه اللي تشرف على هذا الدعم هذا باش يستهدف مباشره الفئات اللي عندها علاقه بهذا، يعني كنهضروا على الاضحيه، نهضروا
على الفلاحه، نهضروا على الفلاحه عندها علاقه بالخضار وبالفواكه، اذا كان واحد الدعم للفلاح فاكيد ان يعني غادي نهضروا على بحال الطماطم بحال بزاف تاع المواد اللي وصلت واحد الثمن خيالي. اذا كان واحد الدعم للفلاح فاكيد ان الثمن غيكون في متناول ديال عموم المواطنين والمواطنات. واخيرا الشكر الجزير للمنابر الاعلاميه اللي بدورها كتواكب بجميع الاحداث اللي كتروج لا في المواقع ديال التواصل الاجتماعي لا في الاحداث اللي يعني اللي كتروج بين المواطنين والمواطنات وكتواكبها ودائما كتوصل الرسائل الايجابيه للمواطنين والمواطنات. وكذلك الشكر الجزيل لكل من يعني دلا بالدرو ديالو من اجل تخفيف على المواطنين والمواطنات والناس اللي كيعيشوا في الفقر وفي الهشاشه في هذه الظروف الراهنه. والسلام عليكم ورحمه الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.